فرعون ان شاء الله اني يمن عليك يوم اني اعطيت حصانه، ان شاء الله اني يمن عليك. صح انت ويا صح 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 انا لا شده وطي على البنية ماح البلوية خوالي ما لها غير البلوية هل الفرد عليكم من بني هاجر سحبه وبلها يوم امطرت ما كان هلا نجم هاوي استعدوا للمصامخ واستعدوا يا رجال يا صرت اخير من الرجال حسدوك الناس ما تحست الناس ما تحست الله يلعن ابليس يلعن اللي استغفر الله يا رب اخي ايش الطريقه ايش كيف الطريقه مع هذه معي علق ولا لا ولا ضابط بعدين بسألكم وش الجروب اللي البارح ورنس جمهور العز معك وش شو سالفة ها وش سلفته ما بجروب عفوا التاك اقول جروب تاك. يوم صحيت انا من النوم متاخر وانا عاين في تويتر يا ولد قلت كيف يا جمهور جاني انقلاب وانا ما ادري وانا عبود ارقد قلت خليني بقى اكمل يا ولد برتاح وقال يشتغل يا ولد كيف ترقد يوم الظاهر جاك انقلاب وانت ما تدري وانا اقدر افكر انا ايش سويت انا وش سويت يوم عينك ما سويت شيء قلت انا علامي وانا اقوى وانا دخلت التاق وانا اقدر اقرا الكلام الحمد لله زين اموره تمام وانا دخلت التاق جمهور وانا انزل تابعت من اوله لاخره من اول تغريده لاخر تغريده الحمد لله الامور تمام كل شيء مية مية قلت الحمد لله هذه نعمه من الله وانا اكتب ترى التغريده وانا اكتبها وانا اكتبه مسوي زي كذا الملا صح ترى ما شيكت عليها لحد الحين قلت له صحيت بقى مرحبا مسهلا السلام عليكم عليكم السلام والرحمة
اخبارك يا تريكي؟ الله يعافيك ويسلمك يا شو اسمك بالخير. اول مره اشوفك. ومعك ورنس عبد العزيز. اسمك ورنس عبد العزيز؟ لا، ورنس عبد العزيز يا شيخ، الله يرفع لي ان شاء الله. يا مرحبا، والله مسهلا ابو خالد. صباح الخير. صباح النور والسرور ورق الشجر والطير. يا مبارك، مبروك، يلا حيهم. هلومك والله وحشيني قسم بالله. ابو خالد كيف الحال؟ طول عمرك يا حبيبي، يا حليت الرك. الله طيب، بنصحتك سك طيب، شلون الاخوان؟ والله ابشركم طيب وبخير. يلا كل حام اورنس، بسخ السماعة عشان نسمعك كلنا. ما اقدر والله لان خربان عندي. اي خلاص، تم ابشر 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 بجوال. متى؟ تم. متى 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 بنقطعها الحين؟ متى تبي؟ ها؟ ببث انا الحين. الحين شلون اجيب لك الحين؟ انا في دبي يا رب الحي. لا والله بيض الله وجهك، وافي ما تقصر. طيب عود دبي. لا صدق انا ما اسمع من جوالي اذا هذا ما عاد اقدر اسمع. ما عاد اسمع. ها؟ تركي. هلا ابو خالد. سام. انت دبي. نعم. متى رايح؟ وش عندك؟ نعم والله فيك. الله تمشى. السلام عليكم. اشغال واعلانات. هذا من؟ سلام. هلا من؟ بطلت تعرفه. هلا ارحب سلطان. يا هلا يا هلا، شو الاخبار؟ والله بخير الحمد لله. يلا حيو. مرحبا والله. ايه دخلنا رابع، دخلنا يفضل عنصر نسائي. باي باي باي. لا لا تعال 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 تعال. ليش ما تلعب مع بنات؟ يوم الجمعة ما العب مع بنات. انا من فانزاتك. جعل ابوك الجنة مما يسعدني ويشرف. يا قلبي اخبارك اورنس؟ والله بخير الحمد لله يا شيخ. تدري اسبوعي الجو برد برد، مو حق يعني مع خوي مع يعني برد. طلع لي البرد الحلو. طلع لي اللي يقول هذا برد الخوف. وين والله ابو اسبوعي ابي لبسه مايول. اشتا ينبش جروحي ما نساني، وانت نقض الضعف لجاني مجالك يا وليفي. اسلم كمل ولا كمل. اسلم اسلم، هي خربانه اسلم والله. لا والله ما فيها شيء، والله ما فيها شيء. انتم انكم روعتوني والله، طيرت عيونكم. عيد سلام. يقول اشتا ينبش جروحي ما نساني، وانت نقطة الضعف لا جاني مجالك يا وليفي. كيف توعدني وتحرمني وصالك؟ لو قدر ربي يحطك في مكاني، تعرف جروحي ولو ما قلتها لك، دارت الدنيا وبهذني زماني. وسلامتك طويله لكن الله. كمل فيك خير كمل. لا والله لا، هي ترى شايله بس اللي ناسيها الصدق والله العظيم. ايش انا سلطان عندنا قصيده. لا اسلم. لا عندنا مشاركه. يلا اسلم اسلم. يقول لا دقيقه. لا 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 ها لا مو في مو في بس انا هنا شيء جديد. ها شيء انا اسمع. سو كذا لا لا. يقول الشاعر يا طويل العمر والسلامة، أنا تعبت من الحزن. الله. أنا كسرت من الهوى. جرحت من الهوى. فيني من الغيبة شجن. لو هو قواني ما قوى. أنا أحن. هم أحن. اثنين هم عندك سوى. الله. يا سلام. الله. أبو خالد أسلم. اسمع اسمع، مو بكيفكم أنا بشاعر. دعي والله أنت شاعر. يا سلام أبو خالد. البرد أيوة. عذر لي حبيبه مجافيه. ها البرد عذر لي حبيبه مجافيه. يعني شلون يعني؟ لا لمح وقال البروده شديده. يا سلام. استمر يا شاعر استمر. عزي الحاله ما لقى من يدفيه، ما غير ينفخ زفره البرد بيده. الله. لا سلطان 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 ما فهمته، تراك ما فهمته يوم انك. لا خطا. لا يعني ينفخ يعني يدفي نفسه. شفت الموتر انت؟ يلا امشي اركب السياره ونكلمه. زين هذا عادي اخر تبقى برد احنا البرد. انت وين كرمنا ولا وين؟ الله الله اهنيكم والله على اللي ما اخذين بس سلطان. لا شفت عرض
عرج من 10 قوم 30 يوم صار منهم. طب يا اخي احنا جالسين نطلب السياره بدنا نطلع يا اخي. ها خلاص يلا والله لا سافر اكسكيوز مي ايه ما تفهم سافر لحالك ارحب رنس في حد عندك رابع؟ لا والله انا ما عندي رابع. خلاص يلا يلا ارجع امسك يلا روح يا اخي والله والله العظيم فاصل مخ بهقل صح نايف نايف مطيري تو فاتح بث تم ارحب ارحب يلا حيهم ارحب ارحب يلا حيهم تو فاتح بث بس ارسلت له على طول حجزت قبل يحجوك ياخذونك الريجي اقولك الله يبيض وجهك لين الله يطنخكم يريج حالكم تركي سلطان سلطان ارحب ارحب يا محمد ايش حالكم طيبين كيف انتم الله يعافيك الله يطنخكم كيف الحال يلا الله يطنخكم يا هلا يا كيف انتم تورس وشيل علوم يا الربع هاي والله ساعة فكيت ساعة فكيت بخير الحمد لله يا خالد تمسك اورنس خلاص الله يلعن وجهك انا خاين لا تشد عاد تصرخ الصرخة هذه يرحم امك جوز ناس يجننونك ما تبي تنجن تنجن يوم المسبح انا ماني سلطان وشيل علوم طيب افتك منه علوم الخير ان شاء الله تعرف هذا من هو؟ من هو؟ تريتي 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 ارحب ارحب السلام عليكم عليكم السلام يلا حي نايف كان فاتح بث هو صديقتك قبل شوي في ذمتك جالسين بالكافي يشربون كافي مع بعض قد اسألوا رنس عسى صديقته ما هو بنت والله نايف نايف قسم بيت الله اني ناوي اقولها قسم بيت الله ما اللي في الخطر سوا ايه خطر حول بعض لا والله ما في الخطر النوايا خلال خطر لا جولة لا جولة جاك يركض قبل شوي جال علو تركي جال علومك طيب الله يعافيك كيف حالك انا نايف ابشرك زين حالك وفالك مسهلة هلو قيم رحب يلا يجي لانتم في قطر ولا كلمتوني انا اخ العيال ما في قطع في دبي 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 دار راح يرجعوا منعود بالله اي والله إيه. اقول يا اطرحكم ارحب يا طاغي يا حيا تفضل امرك نايف سم احنا بنسافر انا وياك ثاني وين نايف لا نايف 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 بنسافر انا وياك طويل العمر انت ايش تبغى نايف صراحه على الحب سم يودونك إذا إذا, اذا 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 صقر روح انا ياخذ الشاء في دعبال هم يا ولد شنو اسم ولد الصقر اذا تروح دقيقه اثنين يسولفون معي هذا كلام فاضي الله يرحمه تورس ايش فيك الله يجزاك خير اصبر تركي سم شنو اسم مولود الصقر اذا صقر مولود جاب بيبي اللي جاب بيبي وزينه صغير صقر مولود الصقر فرخ 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 بالله انت دقيقه يا رجال خاطه شنابكم يا رجال عماركم يا رجال والله العظيم ثم والله اني مد يا رجال بعلمكم بعلمكم تبون العلم اليوم انكم عرستوا ان شاء الله وجالكم عيال لا تعطونهم جوالات لا تعطونهم جوالات تحذف مقاطعكم الاولى تسمع انت وياه ولا لا دقيقه او شخصنا فيها مقاطعنا الحين انت تقول ما فيها شيء بعدين انت بتعرف شفتني اليوم ما فتحت بس شفتني ارقص على اغاني عراقيه والله لك تسوي زق منها تغسل الصحون تغسل الصحون تغسل الصحون يا تركي الله يا تركي يا الكريم الكريم اللي تهدنا في وجهك هذا وين يا تركي ما بس ما حطيته انت تتكلم عن المقاطع انا ما حطيته ما اليوم بي والله وجهك على هزله والله ما شفت جعلك ما ورود جماعه ورود 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 تكفيس محمد سلطان ينعم سلطان فهد ينعم تدري اليوم يسشور بالبث من هو؟ من هو؟ من هو؟ على الله تركي تركي من سشوار وجاي يزينها المشكلة اللي راح يبحر تحت روح الدهر انت ما جيت يا تورس تورس انت تدري انه قام من عندنا قال بروح اغسل الصحون واجي حراق حرم الدم اللي بالسفر انت ايش فيك؟ ما هو بالسفر هنا في البث في البث اللي في البث في البث يا اخي اللي في البث في البث
احنا احنا ما بنبث الحان الله يجزاك خير. انا من اكسبلور صراحه صوتك ترى يقطع، صوتك يقطع. ارحب 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 فرعون نايف سم انت وين انت؟ انا اقرب من محزمك، انا انظر فيه من هناك تلقاني وسطها. حاتم انا اشهد يلا حيهم يلا حيهم نايف خلاص اوكي تقدمه هو بس مو راح على راسه ما يفتخر فيك. اقول انت راح اطنخك عشان تقدمه اسوق المدح. ها والله يا تونس لا لا تونس لا حرام والله اقسم بالله انك تستاهل ساق لك المدح حرام خايف اسمع معلمك زين انا بحاكم عليك وخل تركي حاكم على ابو خالد ابد انا انا بجلدك نايف احسام دقيقة اللي بيحكمني اللي بيحكمني التوش يا بعد روح عب كبير ابي اجلسك الحج الا والله اوه حدث 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 حبايبي ابعد راسي الصوت الثاني عندكم في قطر ايه والله انا دايما اسمع علي يحطون انتم في دبي شفتوا توهم قليلة بالله بالله دبي اللي انا جيتها ولا غيرها انا ماني بكلم فين في وايش وايش دقيقه لا دقيقه وايش دقيقه وايش سلطان تبي تشوف اوريك برج خليفه دقيقه والله جد الحين نايم لا كلمه اقول لا كلمه لا كلمه سام سمعي ما عليك كانك ما تدري علي من علي لحيته فاهم فاهم عليك على هذا يتمر علي انا تمر علي تمر علي حيك حيك سالم كانك ما تدري كانك ما تدري اعمل نفسك ميت طبعا والله اللي مرحبا يا نايف بقى مرحب ايش حالك انت طيب ايش فيك نايف نايف سم سم لورنس ناك برج خليفه اقول اقول اسمك خابر لكن انا بسميك توش خلاص وانا بسميك خايف لا يا جي خلاص على القاف على القاف على القاف لا لا انا ما انا ما مشيت على القاف ترى ها تور لاني والله تبى صحيح اسم اورنج لك ما هو بجايز لي بس ما بجايز لك لا والله نايف والله ان صدق جايز لي لكن انت ما انت بجايز لي اسمع بعلمك بعلمك اول شيء اسمك ها الاسم اللي يجي يسمونها احد له معنى انت وش معنى اسمك هذا معناه يا طويل العمر المدار الفلكي راح فوق 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 نايف يعني واقف دقيقه 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 بعلمك نايف يعني فوق صح دقيقه فوق النايف وش انه نايف يعني الضلعان الكبار صح ما هو في شك اي واللي فوق الضلعان وش؟ الله سبحانه فوق سبحانه سبحانه الله سبحانه إيه إيه تحت تحت محور الكون انا محور الكون انت لا انت انت محور ليه تفحم لا تقوم بخالف سم حيا الراس حيا الراس عطني احكامك خلصني يلا الحكم الاول اول خايف شلون تقنكي خلاص اورانس اورانس هذا خلينا نرجع اسامي مثل ما هي يلا يلا قرز اورانس انت نايف والله نعم يا نايف عليك زود الحكم الاول نايف اسمعها ابو دقيقه سلطان تتحكم يا حكم ليه ما حكم الله سلطان انا بحكم يا نايف الحكم الاول يا نايف اللي حكمني يا اورانس ما هو انت وحكمت ليه ما حكم حكم 10 سم سم ادهر 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 الحكم الاول يا نايف سلطان سم. سلطان قلبي ومدري هذه راحت افهم من ثوره توقف على رجل واحده جوله كامله عقب الحكم الثاني احنا نوقف الدنيا كلها على رجل واحده عظم مشاق اقول الحكم على قدم مشاق هاي نايف تفرق شعرك من النص الحكم الثالث ها غسل جيب لك شحنين تغسلهم الحين سوي سواتك تقع بالفخ ما تتكلم وتقول لا نعم ليش ليه ليه يكون تغسيل الطحون بس على الفئة النسائية ما له شغل لا يا ابن حلال لا بعلمك انت على كثقال وانا اخوك ابو خالد وش خليت وش خليت دقيقة دقيقة وش خليت اجلي لك ها لا لا يا دكتور نايف لا ندخل بالمواضيع الخفاف هذه ما سوتها البنية ها انت وش عليك ها علمني عليك بيت وعليك سيارة وسيارتها حتى عليك انت يا قلبي خلاص خلاص ما يصير يعني المواضيع هذه يعني خلاص الحكم غسل الصحون تفرق شعرك من النص توقف على رجل واحدة افرق شعري من النص كيف
كذا ماني داخل كذا. ايوه من النص. انا لا يا نايف لا خليك على الرجل. طيب ابو خالد شو اسمه؟ خليك على قالي ايش قالك؟ اسمعني نايف ايش قال؟ والله ركبك ورش برنامج ثاني. ليه؟ ساكت فجاه سولفت مع ابو خالد بسالفه يعرفها شلون؟ ترى نايف يا جماعة عادي حتى أنا نبصحون. حبيب هلا أورنج. أورنج أورنج جاي. طيب هاي بحك دقيقة بنفذ الحكمة الأول. سمعت مني؟ اللي هو شو اسمها رجل واحدة. عظم مشاك. قدم مشاك. يلا قدم مشاك. سمعت؟ لكن ترى يلا. تعال 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 تعال. ها. تعال. اللي رفق إنك مسامع. على الطاقة انقطنيخة. الله يطرحك ليه الله يطرحك. تستاهل يا نايف تستاهل تستاهل يا نايف تستاهل ولا كلمة بس تستاهل. عقب ويش عقب ويش اني انا مية تدري انت من داخلي راح احكم على نفسي ما احكم عليك. اقول الله يطرحك يا رجل طيبة طيبة يوه هذا النار رجل ها اسلم من من لا 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 ابو خالد لا 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 ابو خالد سمح الله يلعن ابوي فقره مع شر ديره تم ايه يا انا طحت اليوم طنه لا لا نايف نايف درحب سام نايف سام ترى ما يجي لها تالي انا ولد عباس هان خليك معي اك اك خليك معي ولاك صوره بس بيعي بس ابك معي يلا 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 انا بطلع يا رجل لا ايه؟ لا تعال 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 جو آه. يلا لا 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 انت معانا يا سبيعي هذه ما تروح سده تعال يا الرجال الرجال معك ما حكمك نايف يلا 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 عجلوا تعال تعال نايف تعال سم يا تركي ليش هملت رفيقي ما هملته لا حرام بالله يقول اللي بغيت اسمعني يقول خاصة اللي منك خلصت من الرخوم خليك خصيم الشجاع عن سبيعي هذا بيت انا وش قلت انا وش سويت بكم انا شبكت في بعضك يا حبيبي انت كذا من تقصد لا والله والله انا جبت مثل اقسم بالله اقسم دقيقه اقسم بالله العظيم المثل اللي جبته انا قديم حرام بالله انا ما اقصدكم به اصلا دقيقه الاول انتم فايزين كيف خلصت منكم حرام بالله انتم فايزين الاول نايف سم. وكالة يقولون ما نبعها والله العلم هذه ما هي وكالة هذا مثل مير يضرب انشد عنه سمعت وانتم ما تراكم فايزين الاولى ما خلصت منكم الحين احنا فزنا بشوفاتك اول شيء الله يرعي قدرك انا ساعده مواضيع انا ساعده مواضيع سلطان 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 والله العظيم والله العظيم انك تعجبني في ذمتي يا طيب يا طيب يا سلطان يا قلبي يا راس اهم شيء يعجبك يا قلب قلبي اهم شيء يعجبك يا عاد دور عليك يا سلطان انت هذه تغبني والله انا تطحني وش الهيبه وش الهيبه يا نايف اللي بالحق ويلكم ويلكم جمهور نايف جمهور مصر ويلكم حياكم الله بيتكم الثاني سام اخوكم من حضريك ترى ما وحيك من حضرين احسن اللي رحت وشني وشني يا اليوم وكنت ما وحيك مشهور ام المفضل جاي باند الساعه 2 الحين وحيك اليوم وكنت الحين وحيك الله يعطي المكانكم سلطان اسمي سلطان انا وحيك وحيك يا بس اعرف اسمك كنت سلطان انت سلطان القلوب سم شفل يا قلب لسه علق علق جابان انا مصري هو جابان 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 تورس غايب الله يسلمك اسمع انا زمع انت شفته يوم زمع والله ما ادري علاقه عندي وعندك صح وعند ابو ايه ابو خالد انا مكبوك ابو خالد ما انا دخل ترى في الموضوع كذا والله ترى ما انا ترى متقدمين والامور طيبه يا رب لك الحمد ادب علق 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 اللي عندك قال لي عندك شنو ورد ورد الحكم الاول ابو خالد كيف لا 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 اكتم الحكم نايف نايف الحق الحق حق الحق حق والله اللي يجينا عند قوانين البرنامج والله هذا هو الحق حق هذا قانونه وهذا مفرض هنا ادب الحكم والله ربك الحمد نعمه الله سبحانه وتعالى والحكم الاول ابو خالد علق لا ارمش لا اشواق العلم العلم يا حبيبي تلاوبون انتوا ها
العلم بس ما تقدم عنك والله يا لا رات. عندك لا, لا عندك. والله لا لا حرام بالله ما تقدم عنك الاول اسمع انت يا راح 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 لا حرام والله ما تقدم عنك لا والله خلع ابي ذمتك ترى يشيل اعلمك ترى يشيل جميله العتيبي في بطني على حرام اقدر عتيبك كلها ما والله تقدم عنك انا ولد عباد ولا قصور في باقي القبائل لكن لا والله لكن كل اللي عنده مواجه انا يا طويل العمر والله ابو خالد ما اجي الحكم على الرجال اللي دخل مرحبا تعال عبد الله عبد الله الحكم الاول الحكم الاول والله العظيم احنا صرنا سالفه لازم الحكم كنت سلام عليكم الاول عبد الله سلام ورحمه الحكم الاول الحكم الاول الحكم الاول توقف يا طويل العمر على قدم وساق مده جوله كامله حلو الحكم الثاني الحكم الثاني يا طويل العمر راسك تحت ورجلينك فوق بالمقلوب الحكم الثالث عندي الثالث عندي اسلم ما قال يا سلام الحكم الثالث طول الله عمرك كفرك شعرك بالحار يصيب ابليس ارحب يا عبد الله يلا حي الله يبقيك يا محمد اخبارك الله يطول عمرك نفذ واحد من احكام لو سمحت بسرعه ابشر يلا صبر انتوا كيف اللعبه اللي لاعبينها انتوا لاعبين طيب اعلمك لا 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 كنا لاعبين ها اربعه حلو اربعه ثم الرابع انا ظهر واحنا متقدمين من الحكم من حكم محمد بس ابو خالد رجال يعني وانت مثله ولا حق قصور يعني لكن انت يرمون عليك وابو خالد يرمون عليه لكن عاد رجال اكبر منه عمره وقدره ومقام ابو خالد نفذ لا لا هي عاده اذا احد فصل هذا قانون التيك توك اذا اللي يدخل على طول هو يطبق نعم صح هذه صح كان دخلت معنا على طول القانون هذا مر علي صدق والله ها نفذ عدمتك يلا حسنا عليك بالثلاث احكام والاولى هالاولى قالها اورنج عز الله عز الله ما فانت عظم وشاق قدم 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 وشاق خابر خابر خل عظم وشاق عظم وشاق مريض انت كيف عظم وشاق مريض خل تروح راح 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 صاملين انت يعني اي والله اي والله خلنا نلعب وقولوا احكامكم انت لا يا حبيبي بلا محمد بلا محمد لا خليك تمل بصرك الغلا وش انت شايف لا حرام بالله يا حبيبي يا حبيبي الله يخليك لي تتنفذ شر امه والله ما نفذ لك يا حبيبي ما لعب معي عشان شوف كيف انه ايش كيف حكمك مره ثانيه وانا ولد عبه والله كتبتي خطا خل عيال اذا انت تعقب تعقب ابو اي تعقب انا خل عيال تعقبني وانا حي لرزق اي عقب كنت حي وممكن اذا مت يعني على حسب الظروف نايف 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 اذا ممكن على حسب القاتل ما في الرجال اخطر انا خل عيال الرجال اخطر والله اخطرك الرجال اعرفه ومون معه انا سامحك انا طالبك انا في وجهي انك تسامح ومسامع كريم وانا قابلك انك رجال كريم رنس حتى انت عقب سفالها سفالها رجال ورجال روح بها بعلمك رنس عن الهينه عن الهينه تحمل حانة شي وين ابنه كب عنك اذا فزت انت اذا فزت انت يا سولف خلني يا رجال انا بنفوز نايف سم الهرجه العوجه ما لنا بلاش بها روح الله ما نبي والله روح ابشر ابشر عبد الله ابو من عبد الله ابو فالح ابو فالح ونعم ابو فالح شوف كيف يصير اطيب منكم وفوز عليك وفوز عليك الهرج كابين هلك ايه ومسامحيني ولا وسامحك وانا اطلع وشوف غيرك وسامحه ولا بشي وسامحه الله يكره ابليس ابو خالد ثوني والله العظيم انا بسماعات ملوح ابو خالد لا تلبس انصحك اصواتهم مزعجه لا ولا تعودي والله انصحك ما تلبس ما غير هدره بس هدره على الفاضي والله لا اي والله ما غير هدره 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 تحت السدره خبرينا تحت السدره خبرينها شنو هي انتم السدره وانا تحت السدره دقيقه السدره اللي اي اللي هم الجليب الله مو جليب هذه والله لا انا دبل يا جماعه اسلم ابو خالد عيوني الزرق سم يا زين عيونك اسمع كيف كيف مقابله هاك اليوم كيف صح زين شفت مقابله نايف نايف لقيتك في قناه الواقع يرحم امك ايه ادو اوك شيء وردات وردات والله يوم وقف نايف ما شاء الله جلس جلست الدنيا كل ابوه يوم وقفت قامت الدنيا خابر راحتك انا يلا اكتمل الدبل يا جماعه والله انا قزوت في دبي ترى نايف ابو من؟ ابو نواه ونواه انت وقت تعرف عليه ولا ايش؟ من؟ نايف؟ لا والله لا كل يوم انا كل ما قابله اتعرف عليه زياده الله يرحم والدينك تدري الحب تدري قاعد يسبون سواه سواه يا قاعد انت يا ارحم ارحم يا دخل الكويت من؟ رز المفتاح برا يلا بجيك بجيك تدري في من متابعينك قاعد يسبني الى الان افا إيه؟ ليه ابو خالد على الطيحه
الطحلة والله محم حق على شحم يا كذاب ليش تضرح يبغى مريض انت في جراسي رجال محمد يا محمد تصرف يا محمد يا الربع بس هذا اللي اقدر اقوله صراحة لا والله لا والله يا جماعة دعوة مزح وضحك وناس واستهبال يقدمون على الرقبة لا شك نايف اخبارك يا نايف ابشرك زين حالك وفالك بالله كيف 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 شفتك رحت مع عزيز وشفت حلقتكم والله جدا حلوه يا اخي والله انك رهيب انا والله شفت مقطع اكسبلور يوم نايف جاي طول العمر هو يقف ويستدير كنت عسكري نايف يستدير كي هذه من فتها هذه من فتها يستدير اشوفك تعيدها وتكررها انا بهالحين هو يستدير مش تبعها استدير يعني انت كنت مقابل الكاميرا انا خابر خل هذه ما يحتاج بها ما انا داعي هي 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 تلغفت يجي لها معنى ثاني استدير ايش تبع شقر يا طيب العمر يا طيب قلبك يا زين قلبك يا طيب راسك طيبه يا زين قلبك يا زين يا ابو من يا نايف ابو نواف رحال الحين نايف عبد الله الشيطاني يا طيب قلبك لبيه الله يقدرك لبيت حاج في واحد طيب قلبك هذه بعد من شبابها لكن ترى ايش بعد عديت ثلاث مرات عديت والله ما اسمع ايش ايه نايف دخلص بلد طول العمر راح المجلس طول العمر طف اللمبه وجف كنا قول مشعل يرحم امك قول مشعل مشعل والله لا لا فهمها من غير ما طفي اللمبه طفيت اللمبه ما طيب لك وانا بحاولك الله يرحمك عشان الله يشغله نايف سام من بتحكم اللي تبع ابكته تبع تحكم هم اثنين نظام الفوز الحين تنقلها الله ان شاء الله نفوز هنا 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 وين هنا 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 ولا اسمع في مخبا عانه ارنس افا من مزعم فرعون يا جماعه فرعون زعلان افا علامه يا رجل زعلوا بجمان بس زعلوا زعلوا نايف بس زعلوا زعلوا ابو خالد بس زعلوا زعلوا عبد الله شهران لا زعلونا فرعون من هو فرعون ما زعلوا فرعون ما تصاحي ما زعل فرعون فرعون زعلان على الله هلا النمر لا طاقه تشمخ نايف انا عليه حصانه من كتر عليك شنو حصانة متى جتك متى اعطتك اياها والله ما اعطتك شيء ليه نسيت ايوه اكلك احنا رجال ما نعود خلاف لا في السنين ها ولا في الزمن الله احنا قدام ولا قدام بس ما نغير في قدام انت كانك رجال تعود ورا احنا رجال ما نعود ورا يا حبيبي تكلم حبه حبه عشان اقدر ارد عليك لا تسوق امها عليك 100,000 كلمه تقول رتبها الحين راح يدقدق بها ما في نفذ كلامك الاول وتعقب وتعقبتي انا ما فزت ها وري وجهك يلا اقول احكامك يلا وريني مشيك الثلاثه اللي اول لا احنا والله اسمه بادرنا بالطيبه صح ابو ولا اي طيبه انت من يوم دخلتني وانت تقول احكام ها ابو عبد العزيز ما السلام رهيدانك والله طول العمر تبع العلم لا والله عندك انت لا احذف الجاجت عندي عند كلمتنا الاول احنا رايجين هلا اكلمها الاولى داي تبع العلم ابو نواف سم امسامح كذي ما نفهم سم والله ما مشكلتكم يا رجال نايف ما فاضي لكم يفصل الكلمات ويوزعها عليكم والله انت تقول هذه دقيقه لا 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 يمكن هم والله ما يدرون يمكن ما يدرون لكن انا ترى كان معقود لساني مبطي كان معقود كنت يا رجال وعدي ارفع برقيه طوال العمار عشان يحذفون حرف التاء من المدرسه كان حرف التاء يودي رقبتي لي ورا ذم يجيبها جاي عشان حرف واحد وكنت اكره خلق الله تجزين ابغضهم ابغضهم اقسم بالله ثم الحمد لله بقدره قادر ورجال سخر الله لي اعطاني عشبه ثم توارت اموري ثم اي راحت العقده ثم انطلق لساني انطلاقه يا رب ما شاء الله على لسانك ما شاء الله تبارك الله نايف تعرف يقول لي هرجم سبع على لسنه سبع على لسنه على الطراق لك لو ما تشد فمك والله العلي يا رايم والله العظيم انك طيب راس طيب قلب في ذنبك يا رايم قادرك لعدمتك عبد الله ابد الموضوع لبيه الموضوع طول لبيت في المنام ارجع جاب الطي اول اتعقب الحين لبيه يهدي الدنيا يوه الدنيا علي الحرام انها تقلب خاينه من عليك الدنيا بسكور تمشي بسكور اقسم بالله خلي اسكر ابك والله حتى بالمال تاثر المال يا رجل خير ايش يطير عيون النشامه حرام بالله شفت اليوم انك انت تحسب اقسم بالله الزمن هذا دوره تروي تعينوا اليوم صار في يدك شيء
ها نبغى بالله يصير ملعون الثوى حتى يحترمك. نايف كلهم يقولون يبغون العشبة دي وين هي؟ والله في ناس دلهم دلهم كن في ناس صدق ترى تعبانين. والله يا عبد الله والله العظيم ثم والله ومان الله الرجال ما اعرف انتم لو تسمعون السالفه تمسكون روسكم علم والله العظيم اقسم بالله يا رجال ما اعرفه صلاه الفجر جاء غارني غول. اصبر اصبر معقول لسانك انك ما تقدر تتكلم ابدا ولا عندك لا 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 لا, لا 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 عقوك حرف التاء ايش قحك العلم انت تاء حرف التاء كان يودي رقبتي ورا يودي رقبتي لهنية ثم يجيبها جاي كنت اود اقفل على نفسي البيبان ما ظهر ما روح ما جي ولي دق عزم والله اني اعطيه عذر من راسي والعذر اللي انا فيه الحين رايح البقاله اقول رايح البقاله ما اقدر اجيك حرام بالله. ثم جاني رجال مع صلاة الفجر وانا كنت متلطم ولابس نفروه في برد عز البرد وانا ظاهر ويخمني مع الباب كانت نايف مطيري قلت الله الله قطعه ويوديني ليه موتره هو يفك التكايه قال هذه عشبه وتسم والله نسمعها لي ما نسيت اسمها خذ راحت سميتها لي ما نسيتها ذالن يعطيهم اسم ذالن يعطيهم اسم متى نايف مبطي والله قبل 3 سنين 4 ذالن يعطيهم اسم ثم ادهورهم استكت سمعت ثم قالوا عصفر وانا ما ادري لكن وصفتها لهم انا وصفتها حلو ايش اسمه العشبه هذه يا ود رسقها واحد واللي جت فلمه تصفره تصفره ما هي بزعفران حلايا زين والنسق واحد تقول ابعرنا سمعت ودقاق تحطونها في ما دافي هذا وصف الرجال لي يوم جاي يعلمني من اول استخدام ولا فترة انا والله ما حد يا رجال ما حد يصدق شربتها مره واحده امرحت اصبحت اطقت رقبه ما يبي اخذت اسبوعين انطلق لساني كانت تتعتع فيه واخذت اسبوعين ورحت العقده هون راح الرجال ذاك والله اني ما ادري والله اني ما ادري كان طرقي جانا في الديره ما ادري يمكن من هلال المهد والله ما ادري لكن ما عاد واجهت عقبه هذا ملك هذا مرسول ما تبكي الله مسخره الله مسخره وانت رجال تستاهل وبيض الله وجهك سهل الطيب ما شاء الله عنك تهرجي بسبع لانش الله يضرك ما شاء الله اقمح 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 والله ادري والله ودي كل يوم ودي اني اظهر اسمها والله لكن ما انا ذا اللي يعطي اسم ثمي ولد هم يقولون عصفر 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 لا يقولون عصفر انا ما ادري والله بكره اللي يقول العصفر يذبح 30 رجال بكره ثم قالوا بس سلام علينا يوم طيب ولي والله وقعت قضيه فوق راسي انا والله ليش ما صار رجال نايف مطير يقول عصفر واللي بيشرب عصفر على ذمه ثلاثه اي يروح يموت والله ما قلتها والله ما قلت البذ مسجل تلميحاتك واضحه سجل ارادوا والله ما قلت اسلم وسلم في ذمتي يا ابو نواف الدنيا نسقها واحد مبين ما ادري انا وصفتها وعليكم الاسم الوصف وصفته والله تراه يقول بعلمكم عاد شرحها يقول حطها في كوب ماء ياخذ من البارد شوي وياخذ من الحار شوي متزن سمعت اي ثم طش العشبه فيه انا والله قال لي خذ شو اسمه شيء بسيط قال كيلها مكيال انا والله ما اكلتها انا اخذت خشب على حفشه ايدي وانا اصبها في الكوب يقول خلها تخدر مثل خدره الشاي ترى صوتي اي غطها من علوه من علو الكوب غطها وخلها تنزل اي واضح يقول خلها تنزل من علو الكوب لاسفله شفت لي قعه خلها تندى قدام عينك والله انا خليتها تندى قدام عيني لين تغير لون الماء اي شيء والله تشقلب لون الماء كله صار اصفر يوم انها حنها على الصفر حبق شاهب حبق زين شكله جاي اخضر ثم سفه واحده انا اشوف وجهك اصفر اثره من انا انت تشربه تكوحه دائم تشربه عند دايم ولا بس مره ولا كلمه فمك شده لا اعطيك عظهري يا علي ولا كلمه ابو هالعلي سام اورنس ترى خربان طبعك من تالي ايه اورنس خربان طبعك من تالي اقسم بالله خرب والله فسد لا والله العظيم من نيه وطيب راس وطيب نيه والله ما ادري والله انت يا طيب راسك خابرين طيبه لكن نيتك والله هذا علم بها احنا ما لها طلعنا على انت والله لا تدخل في النوايا نايف والله انا ما ادخل في النوايا انا علي من البين البين والله شوفوا امشي على البين امشي على البين بس امشي على البين نايف خلونا نقرب على بعض خلنا نقرب عليهم يا زال عبد الله لبيه
طقت في راسي انك تنفذ حكم. قم نفذ. انا حكيت حكمين نايف مطير وجهه وينك؟ انا ما حكم والله ما حكمت على كلا الحين. نايف ما حكمت قبل شيء تقول ميدي حكمت علينا بالعصفر وهذا سمعناها وحنا ما نبي حكمنا عليه حكمك الحين نسمع سالفتك البايخه. ما خلاص ما انطلبتها ليتني شفتوا اني جايبها كذا حطها حكم لكن انا طالب انت وراسي هو الطلب انا ما اورانج الموضوع في يدك انتهى سواح الله يطنخك سواح لا تحط لا تحط شيء في دورانس لو سمحت لو سمحت الدنيا كل ابوها في يدي هذا ايش اعطاك انت تدورها لين تلقاها الدنيا في يدي ايش اقول الدنيا بدي اذا العالمين يا اخي سبحان الله سبحانه لكن هو يوم قال